أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من منطقة طبرية حول البحيرة الجميلة، بحيرة يسوع المسيح. ما زلنا في التعليم على الجبل عزة يسوع الشهيرة، وطبعاً منطقة أو جمال هذه المنطقة روعة جداً، مما جذبت الناس كلها أن تأتي إلى يسوع لتسمع التعليم الفريد. إحنا منطل على جبل أربيل، وفي نفس الوقت هذا الوادي بطل على بحيرة طبرية أو بحر الجليل. حول هذه البحيرة علم يسوع وصنع المعجزات الكثيرة. حديثي في هذه الحلقة: أنتم نور العالم. ابقوا معي حتى نواصل هذا التعليم. أهلاً أعزائي المشاهدين، إحنا أجينا على أورشليم القدس البلدة القديمة، وأنا موجود على جبل الزيتون، وبحب أكمل الموضوع اللي قاله يسوع في عزته على الجبل: أنتم نور العالم. قال يسوع: أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجاً ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. طبعاً لما بيتكلم عن السراج، هو السراج عبارة عن قنديل فيه فتل أو فتيل مع زيت. هذا كان أسلوب الإنارة في داخل البيت، لكن كل المنطقة ولا سيما القدس معروفة في موضوع الإنارة. فالهيكل كان موجود في مدينة القدس، في داخل الهيكل في مكان اسمه القدس كان المنارة وسرجها السبعة التي تنير. وطبعاً تتكلم طبعاً ترمز ليسوع وللكنيسة، كانت موجودة في الهيكل. وكان في الأعياد في أربع منارات كمان كانت بشعلوها في اليوم الأخير، ودايماً المنطقة منيرة. فهذا النور أحبائي هو المغزى في العهدين، في العهد القديم وفي العهد الجديد. أول جملة تكلم فيها الله قال: وقال الله ليكن نور، فكان نور، وكان نور. وفصل الله النور من الظلمة، ففصل دائماً في فصل تام بين النور والظلمة، وطبعاً الظلمة هي غياب النور. ولاحظ هون المسيح يقول: أنتم نور العالم. في مكان آخر قال يسوع: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. أنا هو نور العالم، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. أنتم نور العالم، هون بيتكلم عن مكانة ومكانة أبناء الملكوت، بيتكلم عن أهمية رعاية الملكوت، بيتكلم عن التأثير، تأثير المؤمنين في الملكوت على العالم من حولهم. وإن كانوا مضطهدين ومحتقرين، لكن المؤمنين فعلاً هم ملح للأرض ونور للعالم، لهم التأثير، وأيضاً شهادتهم الحقيقة الحية الصالحة هي اللي بتعكس هذا النور للعالم ما حولنا. الملح والنور يمثل القدرة، الملح مثلاً على النفاذ، والنور المقدرة على الإنارة. الملح طبعاً محسوس، والنور منظور، فيعني لازم شخص يحس أو ينظر. فلما بيقول المسيح أنتم نور العالم، فنحن بالحقيقة إنجيل خامس، الناس بتشوفنا والناس بتسمعنا والناس بتحس فينا وبتستطعمنا، لأنه عم نعكس جمال وصورة المسيح على حياتنا. أنتم نور العالم من ناحية أخرى،
إنها مسؤولية كبيرة عظيمة جداً، وهذا ما عمل المسيح في حياة المؤمنين. كنا قبلاً ظلمة وأما الآن فنور في الرب. فالنور أحباء اللي بيتكلم، أنتم نور العالم، إنه نور المعرفة. نستمد هذا النور من نور المسيح، بنوره نرى نورا، كما أن القمر يستمد نوره من الشمس، هكذا المؤمن يستمد نوره من المسيح فينعكس هذا النور على العالم من حولنا. ثم الكتاب يقول أسلكوا كأولاد نور. أنتم نور، يعني بسمينا خلاص صرنا بنحمل صفة المسيح. بيتكلم عن نور الخلاص، هذا هو المسيح. مسيح هو النور، طبيعته نور. مكتوب عنه عن الله ليس فيه ظلمة البتة، ساكن في نور لا يدنى منه، اللابس النور كثوب. تتكلم عن قداسة الرب، تتكلم عن جمال الرب. It's hard for us to imagine what Jesus is talking about with the light, because we live with electronic light lighting up our cities, and we have hardly any dark places nowadays. But in antiquity, there was no other light except torchlight, for example. And if you were walking up through the Jordan Valley in the nighttime, it would be dark, and all you would have are the stars until you came to a place like Beth Shan or a place like Tiberias, where you would have a city with torches that would be a beacon. We think today of Amman. Amman sits on a plateau. If you looked out at the Jordan Valley at nighttime from the ridge of Jerusalem towards Amman, and it's a clear night, that would be the one spot of light. So a city that is on a hill that is light is like a lighthouse. It's like a guiding star to find safety and security. We're meant to be a light, something that attracts people who are in darkness, so that they can be brought to a place of peace and reconciliation and healing and comfort and forgiveness, so that they can be fed and clothed, so that they are helped in whatever their needs are. That's the calling of Jesus. Be a light. قال يسوع أنا هو نور العالم، ثم قال أنتم نور العالم، تضيئون في هذا العالم كأولاد الله في وسط جيل معوج، بحسب رسالة بولس إلى أهل فيلبي. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات. تتكلم عن نور المؤمنين، هو نور البركة، هو نور الشهادة التي تنعكس على الآخرين، هو نور التأثير. فالمؤمن مؤثر فعال. إن كان النور فيك ظلاماً فالظلام كم يكون، فإذا أنت نور لازم تعكس النور، لأنه ما فيش إشي اسمه حل وسط. يا أنت نور بتسلك في النور، يا أنت في الظلمة بتسلك في الظلمة. اللي بيسلك في النور طبعا سلوك طاهر، سلوك مقدس. تعرفوا أورشليم من أور بتعني كلمة نور، وكانت طبعا أورشليم تسمى، كان بيسموها قديما نور للأمم، والمعلم اللي بيعلم بالكلمة كان يسمى مصباح إسرائيل. فدايما بتشوف فكرة النور في العهد القديم، اتنبأ الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. مكتوب أحباء في إشعياء 49 آية 6 نورا للأمم. في أعمال 13 آية 47 بيقتبس نفس الآية، نور للأمم خلاصا، لتكون خلاصا إلى أقصى الأرض. وعندما تحرر شاول الطرسوسي وتقابل مع الرب يسوع قال له قم على رجليك، أرسلك لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور،
ومن سلطان الشيطان إلى الله. هذا النور نور الخلاص، مكتوب أيضاً لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. هذا النور أحبائي هو نور الخلاص، إنه نور الهداية، إنه نور الإرشاد، وإنه أحبائي نور المنارة. يعني لا يمكن أن تخفى منارة، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، وين ما بتشوف هون المدن كلها على إجبال أو طبعاً مصباح تحت المكيال. فالشخص المؤمن هو الذي يؤثر، هو الذي ينير الآخرين. الكتاب بيتكلم عن المؤمنين بيقول: أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. لكي تخبروا، فاللي اختبر النور هذا النور انعكس في حياتك فينعكس على الآخرين. لا يمكن أن تخفي هذا النور، لا مثل المدينة، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. في المساء في الليل بتشوف الأضوية في كل مكان، مثل ما الملح طبعاً بيعطي الطعم والمذاق، هكذا النور أحبائي بيعطي التأثير على الآخرين. بيشوفوا فيك يسوع، بتتغير حياتك، بتصير أنت بتسلك في نور المسيح وفي شريعة المسيح، لأنه مكتوب: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فتح كلامك ينير يعقل الجهال، أو كما قال داود: الرب راعي فلا يعوزني الشيء، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. إنه نور الخلاص الذي يغير فينعكس ويؤثر على السامعين في كل مكان. سؤالي لك في الختام: هل أنت نور؟ طبعاً في كان اقتباسات كتير للنور في هذا البلد أحبائي، لكن هل أنت فيك نور عم بيشرق، عم بيشع للآخرين؟ إذا ما عندك هذا النور، تعال اليوم حتى ينير بوجهه عليك ويرحمك، حتى يملأك بنوره العجيب، فتطرد كل ظلمة داخلية وكل فساد داخلي وكل خطية في حياتك، فتنكشف أمام النور. لأنه أحبائي كمان النور مش بس بيفصل، كمان دينوني، وهذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. الشخص المؤمن المستنير أعماله بتكون أعمال حسنة، بيكون ثمره واضح أمام الجميع. قال يسوع: أنتم نور العالم. أعزائي، يعني هذه البلاد مشهورة جداً، عادة في الأراضي المقدسة كل شبر أرض مهم جداً، حتى بيزرعوا الجبال وبيزرعوا التلال في كل مكان. عادة بيبنوا القرى والمدن على الجبال، وبيخلوا الوديان والأراضي المسطحة حتى يزرعوها، بيستغلوا كل شبر أرض للزراعة. فالأرض خصبة جداً والمكان جميل جداً. ففي أي مكان في المساء لما بتشوف النور مضوي، بتشوف هيك مثل لقالق، مثل كواكب، مثل نجوم في السماء، هي عبارة عن مدن وقرى. قال يسوع: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. فالسؤال، إحنا سمعنا التعليم عن النور، أنتم النور، هل حقيقاً أنت نور المسيح؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل أنت تنير في حياة الناس؟ هل حياتك شهادة وتأثير فعال على كل من حولك؟ أصلي أنه فعلاً اليوم تختبر نور المسيح المغير الكاشف، اللي فعلاً بيخلص كل حياتك، حتى تكون ابن للنور وتسلك في النور. الرب يباركك.